أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا اخترنا لكم اليوم السيد ماهر طبشه، الأونر لطب تشيلي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا، كيفك؟ تشرفنا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا نورت برنامج رواد الأعمال. حابين بداية نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن شخصك الكريم، تفضل. أوكي. فالاسم ماهر طبشه، وانا عندي اليوم ببزنس اسمه طب تشيلي، هو محل مختص بالتخمير. مش بس بالتخمير، انا هون بصنع اساس الحره الهوت صوص تبعي بطريقه تخمير اللي هي فيها هيلث بنفيتس اللي هن معروفين كبروبايوتكس. فتحت هذا المحل، كل العالم بيقولوا لي ماهر انه كيف فتت بمحل خاص بالتخمير وخاص بالشطه من صوص الحره. فبلش هذا كله من شغف بكوفيد، وحبيت انه اقوي قلبي وافتح محل لفرجي العالم كله سوا الموجود بالامارات. اذا حابين يشتروا صلصه حره مخمره فيها هيلث بنفيتس، فيجوا على المحل ويشوفوا بكل شفافيه البروسس الموجود. مش بس هيك، كمان المحل فتحته لعمل كمان تدريبات بالتخمير، كيف نخمر، نعمل كيمشي، ساور كراوت، محل خاص الخضروات الموجوده. لانه انا في شغف لإلي هو انه فوت كل شيء فرمتد فودز مخمره على البيوت او مع الفود اند بيفرج اندستري، لانه في عنده هيلث بنفيتس موجوده كثير بخصوص اكيد. طبعا اليوم حابين ناخذ ايضا بالتفصيل عن البرودكتس الموجوده اليوم. شو المنتجات اللي بتقدمها للعميل اللي حابب يشتري اليوم من طب تشيلي؟ سو اليوم عندي انا الصلصه الحاره تبعولي طب تشيلي اللي هي مخمره 3 اشهر، مخمرة وانفيوز مع اكسترا فيرجن اوليف اويل. هي صلصة ما عندها لا خلطة سرية موجودة، كله بتجي لمحل بتشوف كشفافية شو الانجريدينتس بتستعملها وشو البروسيس. بس هو اكيد يعني، معلش انا بدي اقطعك بشغلة، اكيد لازم يكون في عندك هيك شيء سري يكون مخبى شوي عن العملاء، يعني حساس انه يكون في شيء مميز عندك عن باقي البرودكتس اللي هيك. فخبرنا عن هاي الخلطة السرية. بالتخمير السر هو الوقت. واو. فالوقت هو اهم شيء بسر التخمير. بيقولوا بالانجليزي good things happen to those who wait. زاد شيء كمان بالتخمير، اليوم بالتخمير الحلو فيه هذا منه بس فن، هذا معروف بالتخمير بكل بلد عنده هيك حضارات القديمه موجوده. كان عم بريزرفيشن، ننطر من موسم لموسم للاكل ليداين اكثر، بس كمان يجيب هيلث بنفيتس. فاليوم بس تنطر للحر او حيلا خضره او حيلا غير انواع vegetables to ferment بتغير الفليفر. بس مش بس هيك، بتعطي كمان probiotics اللي هي very healthy gut bacteria بتساعدك انت بال gut bio تبعك بالhealth. فهون انا البروسيس كله ببلش هون، انا هون ببلش بالتخمير الحر الموجود عندي هون. فكل التخمير بصيروا بالجارز لمدة 3 اشهر. واليوم بس انا احكي بالتخمير، انا بحكي انه كل الجارز ار ستيل الايف، كل البروبايوتكس ستيل فرمنتنج. فاليوم الكونات التخمير بتكون هي، انا ما بطبخ شيء، انا بحطهم بطريقه معينه موجوده على حراره معينه، بخلي البكتيريا الموجوده تعمل الطبخ، تعمل كوكينج فرمنتنج. افتر فرمنتنج فور 3 مانثس اي جو اهيد اند انفيوز اكسترا فيرجن اوليف اويل. فرمنتيشن از فيري ايزي، واتس موست امبورتنت اباوت ات از فيري هيلثي. سو وين يو فرمنت فيجيتابلز نوت اونلي يو ار جيتينج فليفر but also health benefits. And that's why we opened up Chili, to nourish your food, body, and mind. طبعا اليوم بلا اي هدف وبلا اي طموح من المحال على اي مشروع انه ينجح ويستمر، حابين ناخذ فكره عن رؤيتك المستقبليه والهدف اللي راسمه السيد ماهر في السنوات القادمه ان شاء الله. عم بحكي بالانجلش لانه بالانجلش فيني وصل اكثر المسج تبعي فاليوم انا ماي ميشن ان طب تشيلي از كويت سمبل، تو نورش يور فود بودي اند مايند. لانه بعتقد فرمنتد فود منا موجوده ك كلتشر عم ننسيها، صرنا اليوم كل شيء فاست فود بروسيس فود. صحيح. سلو فود فرمنتد فود مش موجوده بكل البيوت. فانا هدفي اليوم ثرو اديوكيشن اقدر بهالمحل اعلم العالم كيف يخمروا بالبيت عندهم، وكيف بهالتخمير يوزعوا لاصحابه للعائله هيلث بنفيتس. غير هيك كمان يكون في عندك شافيه يتعلموا هالمهنه وحطوها كمان بريستورنتس. وغير هيك كمان اللي بحب كمان يشتري مواد مخمره فول اوف هيلث بنفيتس في لقاء بطب تشيلي. واكيد اليوم الامارات معروفه كبلد الافكار تحضر تطلع لبرا.
فإذا اليوم بالإمارات عملت شغل منيح أنا أكيد إنه في كم بيجي من برا. أكيد طبعاً اليوم بما إنه إحنا ذكرنا دولة الإمارات لازم نذكر أيضاً الأمن والأمان اللي موجود في الدولة. كيف ممكن اليوم الأمن والأمان يساعد على استقرار السوق المحلي اللي موجودين فيه، وكيف ممكن أيضاً يساعد على استقطاب المزيد من المستثمرين من خارج دولة الإمارات؟ اليوم بالإمارات الأمن والأمان مهم كتير اليوم كفيجن كأنتربرنور، لأنه إذا ما في فيجن لقدام وما في استقرار وما في إنفراستراكشر موجودة ما في تبني البزنس. اليوم حلو بالإمارات في فيجن، في فيجن مش لسنة سنتين لخمس لعشر سنين، وعم تشوف هالفيجن بتحقق سنة ومن سنة، بعطيك هذه الثقة تستثمر أنت بالإنرجي تبعك، وحتى كمان تفكر أنه في حلم فيك حقه بالإمارات، لأنه الإمارات عم تحقق أحلامها وعم تشوف التحقيق فيك تلحق. الاستقرار كتير مهم، شفافية بالبزنس ترانسبيرنسي كتير مهم، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء بيدعموا المستثمرين أنتربرينور إنه يقوى قلبهم ويستعملوا كإمارات كبيس للطموح لهم. أكيد طبعاً من منبر برنامج رواد العمل ومن طاقم العمل أيضاً نحب نوجه رسالة شكر واحترام وحب لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات، وحابين أيضاً نأخذ رسالة من السيد ماهر. And of course, a big thank you to all the leaders and sheikhs of the Emirates, because without them, we would not be here to be able to fulfill our dreams, to put a foot forward in a beautiful country and have them behind our back, helping us really push forward our visions, our ideas, and make them a reality. So big thank you for allowing this for us and of course, empowering us to go forward. طبعاً في نهاية الحلقة بنوجه لك أيضاً رسالة شكر على ظهورك معنا اليوم، وقبل الختام حابين ناخذ أرقام التواصل وأيضاً الموقع الجغرافي. وين موجودين احنا؟ أنا موجود اليوم بإمارة دبي، أنا بشارع الوصل بدار الوصل مول. أكيد إذا حابين تجوا لعندي على المحل مفتح من 9 للساعة 10 بالليل، وعندي أكيد فيك تلاقوني على إنستغرام، فيك تلاقوني كمان على الويب سايت، أكيد فيك تلاقوني كمان على رقم التليفون الموجود على الويب سايت، وأنا anytime I'm available. أعزائي المشاهدين جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني أيضا سوف يظهر أسفل الشاشة. نشكرك مرة أخرى أستاذ ماهر. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ومن حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز ومميز جدا، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.